أعشاب العلاج، رائحة فم الكاريها، وكذلك سيلان اللثة وإسقاط الجير من أول استعمال. كذلك هذه الوصفة كتزيل السفيران فوق تواجد مكونات طبيعية متوفرة ومتواجدة بدون أي أثار جانبية، وكذلك كتبيض الأسنان. ناخذ حبة ديال الخلة أو ما يعرف بوشنيخة، غنضيفوا ليها حوالي ملعقة صغيرة من القرنفل، وغنضيفوا ليها حوالي ملعقة صغيرة من أوراق الزعتر. طريقة الاستعمال هي سهلة وبسيطة. غنشللو بالمطبوخ ديالنا جوج مرات حتى ثلاث مرات في النهار، كيوقف نزيف اللثة من أول يوم، كذلك كيبيض الأسنان وكيزيل رائحة الفم الكاريه. إخوان وصلنا لنهاية الفيديو، كلشي دار جيم في هذا الفيديو، بغينا أكثر من 1000 جيم في هذا الفيديو. اللي باقي ما دارش مشاركة في القناة يدير المشاركة ويفعل الجرس باش يوصلوا فيديوهات جداد.